جربي شغليها يلا. متأكد قدير؟ ايه انتي ادعسي بس يلا رح تشتغل. والله اشتغلت. لك والله اشتغلت. يا الله دخيلك، يرحم جدي، لك يرحم جدي. اخ يلعن. بس على القليل اشتغلت شوي. هيك رأيي؟ على القليلة اشتغلت شوي ما؟ ايه في تطور يعني. والله كلامك صح، بس ليكي أنا بوعدك إذا ما جيت أخدتك مع جدي من قدام باب بيتك يا أصلي شي يوم ما بيكون اسمي قدير، بتشوفي. يعني وعد؟ ايه وعد، والله وعد. أخ ما زوجوا أصلي إجباري عنا يا قدير. إذا مفكر إنه لسه بتحبك فأنت غلطان. لما طلعت أصلي قدامك نسيت كل شي صار بأمك وكل العذاب يلي عشته وكبيتهم وراك. خدعتني أنا وأبي والكل. عن جد رح تتراجع؟ نار الانتقام يلي جواتك كانت كذبة.